مساء الخير على كل مشاهدينا، حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ربنا موجود. كل سنة وحضراتكم طيبين. خريستوس أنستي، أليسوس أنستي. بتمنى إن تكونوا قضيتوا عيد قيامة مجيد، تكونوا فرحتوا انتوا وكل حبايبكم. كل سنة وحضراتكم طيبين ودايما متمتعين بأفراح القيامة. رب المجد بعد قيامته من الأموات ظهر للتلاميذ 11 مرة، منهم 4 مرات ظهر في يوم حد القيامة نفسه. ظهر مرتين للعذراء مريم والتلميذي عمواس، وظهر للتلاميذ في العلية بدون تومة. تعالوا نشوف ليه ظهر لناس وما ظهرش لناس تانية، ليه بالأخص ما ظهرش للناس اللي صلبوه، للناس اللي حكموه، ليه خص الظهورات بتلاميذه في الوقت اللي هو 40 يوم هو فضل موجود على الأرض قبل الصعود. في خلال ال 40 يوم اتذكر إن ظهر 11 مرة. واحنا في وقتنا دلوقتي ليه ناس بتحس بوجود ربنا وناس بتشوف ربنا في حياتها وناس تانية ما بتشوفش؟ يا ترى هل احنا السبب؟ هل في مجموعة من الخطوات المفروض نعملها علشان نقدر نعاين ربنا في حياتنا ونحس بوجود ربنا موجود معانا في حياتنا؟ تعالوا النهاردة نتعلم ايه هي الخطوات ودورنا ايه علشان نشوف ربنا موجود في حياتنا ونتلامس معاه في كل دقيقة وفي كل ثانية من حياتنا. بيشرفنا وبيسعدنا جدا يكون النهاردة معانا يكلمنا عن الموضوع ده نيافة الحبر الجليل الانبا سيدروس، الاسقف العام لكنائس قطاع عزبه النخل. بنرحب بيه وبنتبارك جدا بوجوده معانا زي كل مره، وكمان بنرحب من خدام الترجمه بلغه الاشاره باستاذ امير. خلونا نطلع لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل نبتدي حلقتنا. اتفضلوا. ساعات نسمع حد يقول أنا مش عارف أشوف ربنا في حياتي. يا ترى إيه السبب؟ هل إحنا في دور المفروض نقوم بيه أو في مجموعة من الخطوات المفروض نعملها عشان نقدر نتلامس مع ربنا ونشوف ونحس بوجود ربنا في حياتنا؟ تعالوا نتعلم ونعرف النهاردة إيه هي الخطوات اللي المفروض علينا نعملها مع ضيفنا اللي بيشرفنا وسعداء جدا ومتباركين بوجوده معانا نيافة الحبر الجليل انبا سيدروس، الأسقف العام لكنائس قطاع عزبه النخل. أهلا بيكم، كل سنة وانتم طيبين. وخريستوس أنستي، أليسوس أنستي. سيدنا يمكن زي ما قلت في المقدمة، أحيانا في ناس بتحس بوجود ربنا في حياتها وفي ناس تانية ما بتحسش بوجود ربنا، لكن السؤال هنا رب المجد بعد ما قام هو زي ما قلت في المقدمة ظهر 11 مرة. دول اللي اتذكروا طبعا في الكتاب المقدس، ممكن يكون ظهر أكتر من العدد ده، لكن ليه في ناس شافته وناس ما شافتهوش؟ ليه ما ظهرش للناس اللي صلبوه، الناس اللي حكموه؟ ليه ظهر بس لأحبائه التلاميذ؟ طبعا عشان خاطر تشوف مسيح القيامة لا يمكن إنسان يهلك ويخش الجحيم ويشوف مسيح القيامة. فالأبرار اللي هم هيخشوا معاه الفردوس هم اللي يستحقوا ان هم يشوفوا مسيح القيامة، انما ما ينفعش كل انسان هتشوف المسيح وتخشوا جهنم، لا ما تحصلش ابدا. فعشان خاطر كده هم كانوا الأبرار المؤمنين بيه اللي هيكونوا معاه في الفردوس اللي يستحقوا ان يشوفوا مسيح القيامه، هم اللي يشوفوه. انا مش هجيب انسان شرير او انسان قاتل او هم يقولوا دم علينا وعلى دمه علينا وعلى اولادنا ويشوفوه، ما ينفعش باللي هم فيه ده يشوفوه ابدا. فعشان تشوف مسيح القيامه لازم تكون الاول انت مآمن بيه، انت عايش معاه، انت بتحبه، وعشان هتبقى معاه كمان في الفردوس. فمش كل انسان يشوف مسيح القيامه. واللي خلاهم ما امنوش بعد ما شافوا قيامه العازر بعد ما انتن بعد 4 ايام، ما امنوش بعد ما شافوا كل المعجزات اللي كان بتحصل قدامه، فهل هيامنوا يعني لو ظهر لهم؟ ما هو برضه قال نفس الكلام ده، السيد المسيح المجد قال لهم كده: لو لم اكن عملت بينهم اعمالا لم يعملها احد غيري لم تكن لهم خطيه، والان راوا ابغضوني انا وابي. فهم شافوا اعمال المسيح، ورغم ان هي توضح جليا ان هو الله ظاهر في الجسد ويعمل اعمال الله، وشايفين قوه المعجزات اللي بتحصل، في ناس امنته وناس ما امنتش، في ناس قبلته وناس رفضته، في ناس ده مش كده كمان، ده في ناس بعد ما استفادت. يعني المفلوج بركه بيت حزده لما أقام بعد 38 سنة الرب يسوع المسيح له المجد يعني شفاه من مرضه. صحيح. بعد شفاه من مرضه يهود بيسألوه قال ما اعرفش. لما المسيح الرب يسوع المجد شافه في الهيكل قالوا لا تعد تخطئ لأن لكن لك أشر. مضى وقال لليهود أن المسيح هو الذي أبرأه يوم السبت. يعني راح يفتن على المسيح بعد المسيح ما شفاه. أيوة. ففي ناس المعاملات البشرية تنقسم 3 أقسام تبقى عارفاها كويس قوي. اللي هم في قسم الفطرة، تحب اللي يحبك، تكره اللي يكرهك، تساعد اللي يساعدك، ودي اللي قالها الرب يسوع المسيح المجد: إن لم يزد بالرقم على الكتب والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. إن أحببتم الذين يحبونكم فقط فإيه أجر لكم. الخطاة والعشير بيعملوا هكذا. وبرضه في نوعية تانية تقابل الخير بشر، يعني تعود اللي تمدتها وبيسموه عمل شيطاني. هو زي المداء، هو الرب يسوع أقامه أو شفاه من مرض بعد 38 سنة، بيقول له ماليش حتى إنسان يرقدي في البركة ما تتحرك الماء. المسيح قال له طب قوم احمل سرك وامشي. بدل ما يحفظ الجميل للمسيح ويتبعه، وبدل ما هو ما بيقام لا جري على اليهود وقال لهم المسيح هو الذي أبرأني يوم السبت. فقابل الخير بالإساءة، واحنا بنسميه عمل شيطاني. وفي بقى نوع ثالث وتعليم المسيحيه اللي احبوا اعدائكم، باركوا لعانيكم، احصروا مبغضيكم. وده اللي بيسميه بقى بتقابل الاساءه بالخير، تقابل الشر بالخير. ده الميل الثاني. ده بقى لا الرب يسوع المسيح المجد بيعلمه لنا. ما هو قال اصل في حاجه، انت عشان تتكافئ في السماء يبقى لازم تعمل تعب عشان تتكافئ. هتتكافئ من غير ما تتعب، ده مش في القانون الالهي ابدا. تتعب عشان تتكافئ. فاقول لك حبوا اعدائكم، باركوا لعانيكم، احصروا مبغضيكم، صلوا لاجل الذي يصلك بطرونكم. وهنا انت بتقابل الشر بالخير. صحيح. عشان خاطر يكون لك المكافاه في ملكوت السماوات. بس بالتاكيد الخطوه دي يا سيدنا ليها قامه روحيه معينه، مش اي حد برضو يقدر يحب اعدائه، مش اي حد يقدر يعني يحسن للي بيسيئوا اليه. لا هو صدقيني الانسان قريب من الله، واللي بيحب ينفذ الوصيه بينفذ. وما بنكرش ان في معاناه من السماء بتسند. صحيح. انما في معاناه من السماء انك تسندك، انك انت تقدر تنفذ هذه الوصيه، بيسندك لانك بتاخد عليها اكليل. ودايما قريب من الله بتبقى كل حياه على الارض يعني مش ذات قيمه، لان لو حسبنا ابديه ملهاش نهايه جنب حياه على الارض. صحيح. هتساوي ايه؟ لا تساوي شيء ولا حاجه. فانت لما تبص للابديه وتلاقي نفسك انت بتتعلم من المسيح هو وديع ومتواضع القلب، هتلاقي نفسك لا بتنفذ الوصيه بمحبه ومفيش اي حاجه. تمام. خلينا النهارده نتعلم ايه هي الخطوات اللي بتقربنا من ربنا وتخلينا دايما شايفينه في حياتنا. نروح للخطوه الاولى، الحب. لو سالت اي حد النهارده انت بتحب ربنا، مفيش حد هيقول ما بحبهوش. بس احب ربنا ازاي؟ ايه الحب المقبول عند ربنا؟ حب ربنا يقول لك شوف ان حفظتم وصاياي. انت علامه الحب، الانسان عبد لمن يطيعه. انت لما بتكون بتحب ربنا هتلاقي نفسك انت بتنفذ وصاياه بحب، هتلاقي نفسك انت فرحان بالوصيه، هتلاقي نفسك طالما انت فعلا بتحبه. ما ينفعش تحبه وتروح تغلط، ما ينفعش تحبه وتروح تنضم الاعداء وتبقى زي عدوه، تعمل الشر وتغيظ الله. عاوز تحب ربنا يبقى حافظ على وصيه ربنا. ان حافظت على وصيه ربنا لا محاله هو مش هيسيبك وهيقويك وهيسندك. فعلامه الحب لربنا هي الطاعه. اما تطاوع ربنا يبقى انت فعلا بتحب ربنا، لان الله مش بيضحك عليه. لازم نكون واقعيين. طالما الانسان هيمشي مع الله بامانه الله هيكافئه. طالما انت حاطط من جواك انك انت عاوز اكليل في السماء ربنا هيديهولك طالما ماشي مع ربنا بامانه. انما لو انت انسان يعني سامحني في الكلمه مرائي، تتظاهر بمحبتك لربنا ومن جوه او في الخفاء في خطيه، لا ربنا ما بيضحكش عليه. لازم تكون من جواك بتحب ربنا، ولازم تكون فعلا انك انت تنتظر المكافاه. امال القيامه ايه بقى؟ هي القيامة عشان تبقى انت هتفرح مع المسيح في الفردوس. صحيح. فهتفرح مع المسيح في الفردوس وتعيش معاه الى الابد من غير انت ما تتعب. لا، هتلاقي لازم تتعب، تتألم من اجل المسيح، تتعب في تنفيذ الوصية. لطبيعة الانسان ميالة للشر، والكتاب بيقول كده: الخير الذي أريده بغصب نفسي عليه، والشر الذي لست أريده الإرادة حاضرة في كل حين. عشان أمشي صح لازم أضغط على نفسي. طبيعة الإنسان ميالة للشر، فأنا أقاوم الطبيعة الميالة للشر وأنفذ الوصية إن أعمل الخير وأمشي مع ربنا ما أكسرش وصيته. وعلامة محبتي ليه إنه محافظ على وصيته. صحيح. نروح لعلامة تانية من علامات الحب. يمكن اتذكر عن المريمات ان هم راحوا في الفجر يوم الأحد والظلام باقي. فنتعلم ازاي فكرة الفجر، ان احنا يعني ازاي نبكر لربنا. لا هو في حاجة عاوز اقول عليها عشان الناس تاخد بالها. مريم المجدلية راحت القبر على الأقل 3 مرات، على الأقل 3 مرات. أول مرة ذكرت في إنجيل متى صح 28 لما راحت والظلام باقت وشافت زلزلة وملائكة والحراس كالأموات، وطبعا وهم راجعين كانت مريم الأخرى ظهر لهم فمسكوا في قدميه. بعد كده لما رجعت في إنجيل يوحنا بقى اللي بنقراه يوم العيد ظهرت رجعت مرتين. أول مرة رجعت تاني فيها راحت التقت القبر فارغ والجسد مش موجود، رغم ان هي قبلها مسكت قدميه في انجيل متى وراحت والظلام باقي وشافت الزلزله وشافت الملائكه والحراس كالاموات وطلعت تجري على التلاميذ وراحت تقول للتلاميذ وراحت تجري. جت بعدها راحت تاني لوحدها شافت القبر فارغ، فلما شاف القبر فارغ راحت جريت تاني على بطرس ويوحنا قالوا اخو سيدي من القبر لست اعلم اين وضعوه، فرجعت تاني. فلما رجعت تاني بقى رجعت معاها بطرس ويوحنا، لما دخلوا شافوا الاكفال لوحدها واقفين مستغربين، فهم كانوا كلهم يعني عارفين ان الرب يسوع قال لهم ان هو هيصلب ويقوم في اليوم الثالث ومنبه عليهم، الا ان برضه كان مخفي عن عينيهم. فهم رجعوا وهم عمالين بيستغربوا ايه اللي حاصل، الاكفال لوحدها مش معقوله هياخدوا جسد عريان ويمشوا بيه، يعني ازاي ايه اللي حصل؟ فهم متبرجلين. فهي تنت واقفه عند القبر بتبكي، وهي بتبكي لما ظهر لها الرب يسوع بقى وهي زنت البستان، لما اول ما قال لها يا مريم شافته. فهنا قال لها ايه كلمه بقى بحب اصححها لكل ارجوكم، لما قال لها لا تلمسيني. ديت مش ترجمه دقيقه، الترجمه الدقيقه لا تتشبثي بيها كذا. ليه بقى قالت الكلمه دي؟ لان هي اول مره في الزلزله في الفجر خالص مسكت في قدميه، تاني مره القبر فارغ، تالت مره فخايفه تسيبه ما تلاقيهوش فماسكه فيه في رجليها جامد قوي، فقال لها ما تشبث فيه قوي كده، لن اصعد بعد يعني مش همشي دلوقتي، اذهبوا قولي لهم اذهبوا الى الجيل هناك يرونني. فهي اول مره راحت دي في انجيل متى 28 والظلام باقي، شافت الزلزله، شافت الملائكه، شافت الحراس كالاموات، وهم راجعين في الطريق ظهر لهم مسكوا في قدميه كانت مريم الاخرى. انما المره الثانيه القبر فارغ، المره الثالثه قال ما تمسكيش فيا قوي كده لا تشبثي بيها كذا اني لن اصعد بعد، اذهبي كل اخواتي وقال لهم يذهبوا الى الجيل هناك يرونني. يمكن ذهبي الفم برضه في حته لم اصعد بعد دي كان بيترجمها بيقول ان انا لم اصعد في ذهنك انت لمنزله ابي، يعني انت شايفاني لسه يعني ده لا انا لا انا ليا فكره حاجه ثانيه لانه وصعد يوم ال40 فقال لها ما تقلقيش يعني هتشوفيني ثاني او انا مش همشي دلوقتي لانه هيصعد يوم ال40 فقال لها انا اصعد بعد انا مش همشي دلوقتي علاقة الفجر يعني لرؤيتنا لربنا، هل يعني في الآية بتقول الذين يبكرون إلي يجدونني، فإحنا بنتكلم النهاردة الخطوات اللي المفروض إحنا نعملها علشان نقدر نتقابل مع رب المجد. هو بس عشان خاطر عاوز أقول حاجة بالنسبة لنا راحت في فجر الأحد لأن دايما النور يبدأ يفج والمسيح هو النور الحقيقي، فهو حتى برضه هي في ظلمة القبر يفجرها نور، يعني في نور السبيسر يوم السبت ده بيفجر القبر الظلم، القبر رمز الظلمة وهو النور حقيقي فبيفجر ظلمة القبر النور، بس هو بتروح يوم الفجر على أساس يوم جديد حياة جديدة بادئ. اليوم الثالث يشير للقيامة. ليه اليوم الثالث يشير للقيامة؟ دايما اليوم الأول بيبقى إيمان واستنارة اتعمد بقى ابن لله وارث ملكوت السماوات اندهد بالمروء هيكل المقدس للرب، بيتناول يتحد بجسد المسيح ودمه اسمه بيتكتب في سفر الحياه، ده بيبقى اليوم الاول. اليوم الثاني انك بتعيش مع المسيح، تحيا مع المسيح، تعمل اعمال صالحه مع المسيح، تشيل الصليب مع المسيح. اليوم الثالث تفرح مع المسيح بالقيامه. عشان كده لا تكلل ان لم تجاهد قانونيا. يبقى اول يوم او احنا لازم حاجه تبقى عارفينها كلكم. احنا لما بنتعمد بنبقى اولاد لله في المعموديه، لا اعود اسميكم عبيد بل ابناء. وبعد كده بندهن بالميرون هيكل مقدس للرب، انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. بعدها بتتناول بتاخد جسد المسيح ودمه، ان لم تاكلوا جسد ابن الانسان وشربوا دمه ليست لكم حياه، يوحنا 6. ومن هنا اسمك بيتكتب في سفر الحياه. ان انت بقى مشيت غلط ومشيت في الطريق الغلط وغضبت ربنا اسمك هيتشطب من سفر الحياه. ان انت تنيتك محافظ على هذا الكنز وماشي صح هيتنوا اسمك في سفر الحياه وتروح معاه في الفردوس. الدور عليك انت. انت يبقى اول يوم دايما كده ايمان، اليوم الثاني حياه معاه، اليوم الثالث تفرح بالقيامه معاه هتشطب معاه في الفردوس. فدايما لازم يوم فجر الاحد يعني اليوم الثالث بدأ صحيح. نهار اليوم الثالث بدأ، دي القيامة، ده الفرح، ده الإكليل. تمام. مريم المجدلية ما راحتش لوحدها، اتذكر هي ومريم الأخرى. حياة شركة، ازاي نتعلم حياة الشركة دي في خدمتنا، في بيوتنا، في حياتنا عامة، علشان نقدر نتقابل مع رب المجد. حياة الشركة المفروض لكل إنسان حقيقة. ليه بقى؟ الرب يسوع حتى لما اتكلم لاجتمع 2 أو 3 باسمي أكون في وسطهم. فلما الزوج والزوجة والأولاد أو الأولاد مع بعضهم، أما بيكون البيت للرب دايما المسيح في وسط البيت. دايما المسيح طالما في البيت بيوديه سلام، يديه فرح. امتى تعرف المسيح مش في البيت؟ لو في خطية، لو في شجار، لو في مشاكل، لأن دايما المكان اللي ما فيهوش النور الظلم يخشه. المكان اللي ما فيهوش المسيح الشيطان يخشه. طب يخشوا ليه؟ يا في خطيه، يا في تقصير، مش بنصلي، مش كنيسه، مش بنصلي في الاشبيه، بعاد عن ربنا، فالبعد عن ربنا دخل الشيطان. ومن هنا لازم يعني حياه الشركه، لان هو كده اذا اجتمع 2 أو 3 باسمي هكون في وسط. فلما يكون الزوج والزوجه والاولاد باسم ربنا عديد، انا واهل بيتي فنعبد الرب، المسيح رب هذه الاسره. لما انت بتعمل كده المسيح موجود جوه البيت، هيديك سلام، هيديك فرح. ودي علامه لكل اسره بقولها لهم، لو انت فقد البيت فقد سلامه، اعرف المسيح مش في البيت. يا خطيه مسيطره، يا تقصير في حق ربنا. مش بتصلي، مش بتروح الكنيسه، مش بتتناول، لا. انما لو واظبت على المناوله، صلاه الاشبيه، قربت من ربنا، هتبص تلاقي المسيح جوه البيت، هيملاها سلام، هيملاها فرح. لانه قال كده، ليس كما يعطي العالم اعطيكم، سلامي انا اعطيكم. ليس كما يعطي العالم اعطيكم، سلامي انا اعطيكم. فالسلام الداخلي ده هبه من الله للانسان، مش هيهبه الانسان الشرير، مش هيهب الانسان الخاطئ، هيهب الانسان اللي عايش معاه. طالما المسيح موجود هيديك السلام، طب المسيح مش موجود، انت اللي عملت كده، انت اللي عملت كده. فوجود المسيح في البيت، حياه الشركه، انا واهل بيتي فنعبد الرب، المسيح رب هذه الاسره، لازم المسيح جوه هذه الاسره. بركه في البيت، بركه في الاولاد، بركه في العمل، بركه دايما على طول كده. تمام. لما مات رب المجد على الصليب الارض تزلزلت. مش بس كده، لما كمان وقت القيامة برضو حصل زلزال، الأرض تزلزلت كبير. طيب عايزين نفهم إيه قصة الزلزلة اللي بتحصل دي؟ هو بيبين لك إن هو طبعا رب الطبيعة. يعني معنى الشمس تحجب ضوءها من الساعة 6 للساعة 9 دي معناها إيه؟ ليه سلطان عليها. صحيح. معنى الأرض تتزلزل معناها إيه؟ ليه سلطان عليها. معنى زلزال عشان تحرك الحجر على باب القبر وهم يشوفوا القبر الفارغ، ليه سلطان عليها. فبيبين لك سلطان المسيح على الطبيعة. افتكر في مره مرات بمناسبه سلطان الطبيعه ديت حاجه اقولها لكم ظريفه. يعني كنت مع مجموعه من المبشرين كانوا استرال في جنوب افريقيا، بيلفوا من بعض القرى والغابات وكده. فهم كانوا بيجوا عندي في الدير، انا بقعد اشرح لهم ازاي يبشرهم وازاي يكسبوا الناس وازاي حتى يفسروا الكتاب. فجم كانوا بيتاملوا في مشي المسيح على الماء، فقالوا ان هم السفينه كانوا التلاميذ في السفينة والمسيح مش في السفينة، فحصل زلزلة، موج عالي، يعني حصل الموج، البحر هايج عليهم. فجه المسيح ماشي على المية ودخل السفينة، حدث صدوع عظيم. فهم قالوا سلطان المسيح على الطبيعة إن هو بيمشي على المية. قلت لهم لا، الموضوع مش كده. قالوا يعني إيه؟ قلت له أقول لكم، السفينة رمز الكنيسة، والبحر رمز للعالم، والبحر هاج على الكنيسه لما ما كانش المسيح في الكنيسه، لما ما كانش المسيح في السفينه. صحيح. بس لما شاف العالم هايج على كنيسته، جه ده ماشي على العالم برجليه، داس على العالم برجليه ودخل جوه السفينه اللي هي الكنيسه، ولما دخل حدث هدوء عظيم. فهنا بترمز المسيح داس على العالم برجليه، دخل كنيسته، حدث هدوء عظيم. حلو قوي. انا بشكر نيافتك، التامل جميل فعلا. فهنا مش الموضوع ليه سلطان على الطبيعه، بس عشان اعرفك ليه سلطان على الطبيعه. زلزاله حصلت ساحه القيامه، حركت الحجر، وساحت برضه الصليب، الشمس حجبت ضوءها، وده علميا امر مستحيل. انما هو ربنا عرفك ليه سلطان على الطبيعه، مفيش حاجه، قادر على كل شيء، كل شيء مستطاع عند الله. طب احنا بقى ناخد من الخطوة دي ازاي؟ ازاي نقدر نشوف ربنا من خلال الطبيعة اللي حوالينا؟ لا، انت تشوفي ربنا اولا لازم تبقى عارفة من عشرتك معاه، محبتك ليه. عشان طول ما انت محافظ على الوصية وانت بتحبه، هتقرا في الانجيل هتشوف المسيح. هتعيش مع هنا. ولما تقرا في الانجيل كتير ودايما متواظب على صلاه الاشبيه ومواظب على المناوله على الاقل مره كل اسبوع، لان الكتاب قال سته ايام تعمل والسابع للرب، يبقى على الاقل مره كل اسبوع هتتناول فيه. لما يبقى انت ماشي مع ربنا بالطريقه دهيت هتبص تلاقي لمح على المسيح، مش هيسيبك، هيسندك، هيشوفه. بس انت دايما حاجه تقول لكم بارجوك يعني تبقوا عارفينها، دايما الرب يسوع بيجي للانسان المظلوم اللي ماشي صح. انسان في ضيقه، انسان في شده، انسان مظلوم، انسان محافظ على وصيه ربنا ورغم ذلك الم بيجيله، لا بيظهر له في الوقت ده، ما بيسيبوش ابدا. واعتقد ان بعض زي شهداء ليبيا او الشهداء بتوعنا يستحيل ما يكونوا شافوا المسيح، لا اكيد شافوه، اكيد طبعا، وهو بيديهم قوه، هو بيديهم قوه. حاجتين اتنين صدقوني، يعني يمكن اقول لكم دايما لما تشهد للمسيح بإيمانك يديك قوه، ولما ترفض الخطيه بيديك قوه. لو انت اتحطيت في موقف وقلت كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله، او لا تشهد للمسيح بإيمانك، بيديك قوه في اللحظه دي غير عاديه، غير عاديه. لا أنا لما كنت بسأل يمكن فكرة التأمل في الطبيعة، يعني إحنا حتى لما بنروح خلوات وناخد خلوة ونقعد كده قدام البحر قدام ونتأمل في الطبيعة، ده مش بيحسسنا بقدرة ربنا قد إيه عظيم؟ طبعا هو هي دي فعلا، هو التأمل في الطبيعة بيخليك إنك تعرف قدرة الخالق. التأول في الطبيعة بتعرف قدرة الخالق، وتعرف ازاي مثلا بيقودها وبيدبرها وحاطط لها نظام، حاطط لها نظام. فانت بتحب، عشان خاطر كده دايما لما اقول لي مثلا حد يكون مثلا ملحد ولا حاجه، اقول له هل تتخيل كون بالنظام ده هو تعاقب الشتاء والصيف، تعاقب الليل والنهار، الحاجات اللي ربنا منظمها بالطريقه دي، هل ده ممكن يتم حاجه كده بيكون فيه ضابط ظابطه تماما زي بيقولوا، يعني حاطط لها نظام معين تمشي عليه ما تتعداهوش؟ لا، تأملك في الطبيعة المفروض بيديك ان الله موجود. تأملك في الطبيعة فيه خالق، فيه خالق. ده حتى مثلا كان حد من الناس اللي هم مثلا كان ملحد، فبقول له صدقني لك على حاجه، قال لي ايه؟ قلت له لو انت قاعد دلوقتي في الطبيعه كده وتحت شجره ورقه وقعت فوق راسك، قال لي اه، قلت له تقدر ترجعها تاني؟ قال لا طبعا. قلت له عشان اعرفك انت يعني ما تقدرش تعمل حاجه خالص، كل حاجه بنظام مع ربنا. الورقه دي تنشف شويه، دبلت وقعت، تقدر بقى ترجعها خضراء وترجعها للشجره تاني؟ قال استحاله. قلت له هو ليه خالق، كل حاجه لها نظام، ما تمشيش كده ولا شعره واحده من رؤوسكم تقدر تغيرها، هو من عند ربنا. طيب عايزه اتوقف عند منظر الملاك اللي كان عند القبر، والمريمات لما شافوه منظره كالبرق ولابس ابيض كالثلج، احساسهم ايه في الوقت ده؟ يعني خلينا نتخيل كده المريمات حسوا بايه في الوقت ده؟ لا هم ما كانوش متوقعين، وفي نفس الوقت لا محاله كانوا خايفين، يعني هيشوف منظر كده هيخاف، بس بابا في معونه من السماء. يعني مثلا هم حتى لو كانوا خايفين في يعني جزئي، لان في معونه السماء بتسندهم، وبالتالي اتكلموا معاهم وقولوا له هو قام زي ما قال لكم هيسبقكم الجليل، واتكلموا معاهم. انما الحراس اللي ما عرفوش ربنا كانوا كاموات، كانوا كالاموات، في فارق، في فارق. طب ده يخلينا برضو كلام المزمور اللي بيقول ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. ازاي نبقى واثقين ان في حراس ورانا، ان ربنا مش ممكن يسيبنا؟ لا محاله، ان الله حامل لكل انسان ملاك حارس، ده لا محاله. بيبقى في انسان يعني يسعد اعمالك وفيه ملاك حارس ليك، ربنا فيه ملاك بيسعد اعمالك وملاك حارس ليك. ودايما ربنا طول ما انت ماشي مع ربنا، ربنا حارسك، وبتبقى بتدي فرحه. لما هو عشان خاطر كده الايمان بيدي الانسان سلام داخلي من جواه، الايمان يدي الانسان فرح داخلي من جواه. لما يعرف انه محروس في ايد ربنا، وربنا مختار له الصالح وبيدبر له الصالح، بيبقى انسان جواه فرح داخلي، واثق ان ربنا حارسه. فوجود الملاك الحارس ده بيفرحك لما يكون عندك الايمان. بس في الغالب تلاقي الشيطان دايما ينسي عشان خاطر يفقد الانسان سلامه. صحيح. انما هو موجود لكل انسان فيه ملاك حارس. واتكلم الملائكه هم قال لك كده عاتد، شوف عاتد لخدمه الذين يرثوا الخلاص. يعني هم بيخدموا الذين يرثوا الخلاص. تمام. طب نروح لكلام الملاك لما قال لهم ماذا تطلبنا ولماذا تطلبنا الحي بين الاموات. خلينا نتوقف برضو عند الجزئيه دي ونشوف احنا نطبقها ازاي في حياتنا. هو شوف بقى لازم تطبقها ازاي في حياتك. يبقى المسيح يقوم في حياتك. معناها المسيح يقوم في حياتك معناها انك انت تتخلص من الخطيه القديمه كلها، معناها انك تتوب، لان الخطيه هي موت. صحيح. ومعنى انك توب معناه اتخلصت من الموت، يبقى اتخلصت من الخطيه. يبقى المسيح قام في حياتك امتى؟ لما بتقدم التوبه، بتمشي مع ربنا وتبدا تقول له يا رب مش هغضبك تاني، انا غضبتك كتير زمان مش هغضبك تاني، ليس عجب يا رب ترحم انسان بار عجب ترحم خاطئ مثلي، انت يا رب اله التائبين. بتبدا انت تقرب من ربنا على قد ما تقدر، وبالتالي في الحاله ديت كده كانك بتقوم مع المسيح. التوبه كانها قيامه، التوبة في حياة الإنسان كأنها قيامة. فأنت عشان خاطر كده بتتخلصت من الخطية، موت، ولما بتتوب بتتخلص من الموت، تخلص من الخطية، فتعتبر كأنها قيامة بالنسبة لك. وبالتالي لما بتعيش بقى القيامة وتعيش مع ربنا إن في حياة التوبة وتستمر في حياة التوبة، هي ديت بقى اللي تكون مع المسيح في الفردوس. تمام. رب المجد طلب من مريم المجدليه ان تروح تقول للتلاميذ إن يروحوا الجليل علشان يقابلهم هناك. ليه الجليل بالاخص؟ الجليل هي كانت المنطقه في الشمال، وهو التلاميذ كانوا من الجليل، هم هناك اصلا. وبعدين في حاجه هقول تبقى عارفينها، في اورشليم هو اتجمع كل اليهود وقدمه علينا وعلى اولادنا، وبداوا ان هم وصلبوه. فهنا دولت ما يستحقوش يشوفوا مسيح القيامه، ما يستحقوش يشوفوا مسيح القيامة اللي عملوه. مسيح القيامة عشان تشوفه يبقى إنسان بار تستحق تخش مع المسيح في الفردوس، وبالتالي هو خلاهم يروحوا فوق في المكان اللي هم أساسا موجودين منه، واللي بدأ الكرازة هناك، وبدأ إن هو يعني كان عايش معاهم في الجليل، المكان اللي هم عايشين منه، لأن الجليل ده في منطقة في الشمال يعني. فهي كان ليه حكمة، لأن مش كل إنسان يشوف مسيح القيامة. اللي يشوف مسيح القيامة إنسان بار اسمه في سفر الحياة، يستحق يشوف مسيح القيامة، عشان كده مش كله يشوفه. طيب هل الجليل كانت منطقة بسيطة فعشان كده ربنا بيعرفنا يعني انك لازم تعيش حياة البساطة، حياة التجرد عشان تقدر تشوفني؟ هي حياة البساطة بتدي عمق روحي للإنسان. دايما الإنسان اللي عنده بسيط، الإنسان اللي بيسامح، الإنسان اللي دايما هو عنده ثقة في الله وفي كلام الله، فدايما تديله عمق روحي، عمق روحي في صلاته، في بالنسبة لصيامه، بالنسبة لحياته. الإنسان البسيط دايما بينمو روحيا أسرع من أي إنسان تاني. فبالتالي الإنسان البسيط تسامح غيرك، تعيش بمحبة مع الله، حافظ على الوصية، إنسان مسلم حياتك لله، إنسان دايما حاطط ربنا قدام عينك، بحياة بيديك سلام داخلي، بيديك فرح داخلي. فعشان خاطر كده بيبقى بتنمو روحيا أسرع بكتير أوي من غيرك، بيبقى عمق روحي في صلاتك، عمق روحي في حياتك. ودايما صدقوني ما بيتعبش، الإنسان البسيط ما يتعبش، الإنسان البسيط دايما مستريح. أنا دايما الإنسان اللي بيعقد الأمور وعاوز يبحث ورا الأمور، أنت بتفكر في إيه، مين اللي خلاك تعمل كده، وتدور ورا الأشياء، بيجيب لنفسه متاعب. إنما دايما البسيط بينمو روحيا، واللي بيسامح بينمو روحيا، واللي حاطط ربنا قدام عينيه وحافظ حاطط بيته قدام عينيه بينمو روحيا. عشان كده معدل النمو الروحي لكل إنسان بيختلف من إنسان لإنسان لإنسان، تختلف. خلينا يعني نقسم البساطة لجزئين، جزء البساطة في التعامل زي ما نيافتك بتقول، وجزء تاني البساطة في الحياة عامة، لأن مغريات العالم دلوقتي سيدنا كتير، وحياة البهرجة والتكنولوجيا وحاجات كتيرة قوي قوي ممكن تبعدنا عن ربنا. إزاي نكون بسطاء بالرغم من كل اللي أنا قلته ده؟ أقول لك على حاجة وعن تجربة. لو أنت فعلا عاوز تعيش لربنا وعيش حياة بسيطة، زي بيقولوا كده غمض عينك عن الحاجات، يعني ابعد المعسرات. ازاي؟ احنا عندنا في تعليم المسيح يقول لك كده ايه؟ سمعتم انكم لا تاكلوا لكم لا تغضب لاخيك باطلا، سمعتك لا تزدوا لك لا تنظر ما تشتهيها. صحيح. طب ليه؟ يقول لك امنع اسباب الخطية ما تقعش في الخطية. الحاجة اللي هتفصلك عن الله ابعد عنها. لو الفيس او النت هيشغلوك عن ربنا ابعد عنهم. لو اي حاجة هتفصلك عن ربنا، افلام مش كويسة، حاجة مش كويسة، اصدقاء سوء هيفصلوك عن ربنا ابعد عنهم. صحيح. لا، الرب يسوع بيعلمنا اقطع الطريق على الشيطان. الغضب هيقول للقتل لا ما تغضبش، الشهوة هتغض للزنا لا ما تشتهيش، النظر الشرير لا ما تنظرش نظرة شريرة. بيمنع أسباب الخطية ما تقعش في الخطية. وده نقطة اللي عاوز يعيش روحيا مع المسيح. ما تسيبش الباب مفتوح للشيطان عشان يخش وتيجي تطلعه يتعبك جدا. إنما أنت سد الباب في وشه، سد الباب في وش الشيطان، ما تسيبوش يتملك منك. امنع اسباب الخطيه ما تقعش في الخطيه، ده ضروره. صحيح. سد الباب على الشيطان، وعشان كده بقول للناس ارجوكم موضوع الفيز والنت ده عامل مشاكل كتير قوي، وبتعرفوا على ناس بيقول بيخشوا باسامي مسيحيه هم مش مسيحيين. صحيح. وفي الاخر ابص يوم ضيعوا نفسهم، ما ينفعش. وبعدين انا يعني ارجوكم بلاش يعني خلي فيه حكمه. الحاجه يعني الحاجه امنع اسباب الخطيه ما تقعش في الخطيه. يمكن بيحضرني دلوقتي مشهد الحية وحواء، لو كانت من الأول ما اديتش فرصة للحوار بينها معاها، متهيألي دي كان زي ما نيافتك بتقول اقطع الأول البداية الخطيئة. صحيح. برضه هي كانت مشكلة، طبعا هي كانت مشكلة ان اولا الحية رمز الموت، اي حية في الوجود رمز الموت. وفي نفس الوقت هو ربنا اداهم الوصية، والشيطان لما دخل في الحي دخل في اللي ليه، المسيح هو القيامة والحياة، الرب يسوع المسيح والمجد هو القيامة والحياة. الشيطان هو الموت والحي رمز الموت، فدخل في الحي رمز اللي ليه. فلما اتكلمت مع الشيطان كانت النتيجة ان ايه؟ شككها في كلام ربنا، ولما اتكلمت مع الشيطان اغواها ان تسمع كلامه، ولما سمعت كلامه ماتت. صحيح. الانسان عبد لمن يطيع، انت عبد لله هتبقى ماشي مع الله وتسمع كلام الله. طب مشيت مع الشيطان للأسف خلاص هتبقى الموت. تمام. لو فكرنا كده بالعقل ونشوف 2 سيدات، مريم ومريم الأخرى، مريم المجدلية ومريم الأخرى، رايحين الدنيا ضلمة، وعارفين طبعا ان حجر كبير جدا جدا على القبر، وعارفين وواثقين ان هم مش ممكن هيقدروا حتى يزحزحوه ولو سنتي، لكن مع ذلك هم راحوا وعملوا اللي عليهم. فهل العقل لو احنا فكرنا، يعني لو فكروا هم بعقلهم بالتأكيد ما كانوش هيروحوا في اليوم ده، هل العقل ممكن يخلينا ما نشوفش ربنا في حياتنا؟ لا لا، العقل لا، العقل عمره ما كان عائق، بالعكس ده العقل ممكن يخليكش ربنا اكتر. بس هو احنا بندور على حاجة، في حاجة جنب العقل اسمها الإيمان. صحيح. في حاجة جنب العقل اسمها الإيمان، في حاجة اسمها ثقة في موعد الله. وبعدين أنا في حاجات أقول لكم عليها يعني يحضرني حاجة أقول عليها. السيد المسيح المجد لما كان بيقول اليهود لما جم بيحاكموه بيقولوا، قال لهم أنا هنقض، قال له بيقولوا إيه؟ يا ناقد الهيكل وبنيه في 3 أيام، فقال له في 46 سنة بني هذا الهيكل هتقيمه في 3 أيام. أنا أقول لكم نقطة بقى مضحكة، يعني لو هم قعدوا 46 سنة بنوا الهيكل، طب لو قعدوا 46 سنة جنب واحد ميت هيقوموه؟ لا مش ممكن، مش ممكن. يعني اللي عمل المسيح في ال3 أيام كان أقوى من بناء الهيكل. صحيح. لما قام منتصر على الموت. هم بقى لو قعدوا 46 سنة جنب الميت مش هيقوموه؟ أو ممكن يبنوا الهيكل في 46 سنة بس ما يقدرش يقوم الميت في ال3 أيام. لا، وقوم العازر بعد ما أنتن، يعني عملية خلق جديدة. خلق جديد. صحيح. بس لها حكمة يعني. طبعا. لها حكمة. هو ليه 4 أيام لعازر؟ ليه يا سيدنا؟ طبعا نستغل وجود نيافتك بقى معانا. ولها حكمة. اتفضل. السيد المسيح المجد القيامة دايما في اليوم الثالث. ليه؟ أول يوم إيمان، اليوم الثاني حياة مع المسيح، اليوم الثالث قيامة مع المسيح. لعازر الرب يسوع له المجد تعمد يستنى يومين، هم بلغوه الهوازة الذي تحبه مريض، ولكن مكث في الموضع يومين، عارف انه مات وعارف كده، وعارف انه هيرجع في اليوم الرابع، كل حاجه بترتيب الهي. صحيح. بس لازم لعازر يوم في اليوم الرابع الرب يقومه في اليوم الرابع، انما الرب يسوع يكون بسلطان لاهوته في اليوم الثالث. ايه بقى ليه لعازر في اليوم الرابع؟ ليه؟ هو قالوا هوازة الذي تحبه مريض، ودايما المرض يرمز للخطية. لو إنسان عايش في الغلط عشان خاطر يعيش مع المسيح يبقى أول توبة الأول، زي الانبا موسى الأسود كده كان عايش بره بعيد عن ربنا، قبل ما يعرف ربنا كان عايش في الغلط، يبقى أول يوم بالنسبة له توبة، تاني يوم معمودية واستنارة وحياة وإيمان، تالت يوم يعيش مع المسيح زي ما عاش مع راهب، رابع يوم هيفرح معاه. فاليوم الاولاني في عند العازر اللي هو كان مريض يرمز للخطيه، انسان بعيد عن الله. يبقى انسان البعيد عن الله عشان انت داخل دلوقتي هتامن، هتمشي مع المسيح، هتخش معاه الفردوس، يبقى لازم تترك كل الراضيه اللي في الاول عشان تفكر انك هتتنقل لايمانك المسيحي بنفس خطاياك. انت غلطان، انت غلطان. هتعمل ايه؟ اول يوم توبه، اول يوم توبه، المرض يشيل للخطيه، لا احنا مش عاوزين خطيه، عاوزين توبه. بعد كده هتتعمد، هتتغفر كل الخطيه. بعد ما تتعمد هتعيش مع المسيح، حياة مع المسيح وصليب مع المسيح. يبقى بعد كده اليوم الرابع هتقوم مع المسيح وتفرح بالإيام. فالعازر عشان كده الذي تحبه مريض، فالمرض كان يعتبر عن اليوم الأول اللي هو كان عايش في الغلط، لازم توبة. يبقى التوبة عن الغلط، تآمن، تعيش، تفرح بالأيام. إنما الرب يصح في اليوم الثالث لأنه مفيش خطية، فعشان كده يعتبر أول يوم إيمان، حياة، أيام. أحيانا بتقابلنا مشاكل ومعطلات في حياتنا كتير، وصلبان، مجموعة من الصلبان الحقيقي. إزاي نشوف رب المجد من خلال الصليب الموجود في حياتنا؟ أي إنسان بيتحمل الصليب بشكر ثقة تماما هيشوف المسيح، مش هيسيبه أبدا. تحمل ألم بشكر، مرض بشكر، لازم هيشوف المسيح، لازم هيشوف المسيح. إنما أنا النقطة الوحيدة اللي بخشاها لأن أوقات كتير قوي تيجي الضيقة نتيجة خطية. والكتاب لك لأجل امرأة زانية يفتكر الرغيف الخبز. صحيح. إما تكون نتيجة خطية، إما تكون بعد عن الله وتقصير، مش بصلي، مش بروح كنيسة، مش بعرف كتاب مقدس، مش بصلي بالأشبية، بعيد عن ربنا، فيجيب لك ضربات عشان تقرب. إنما لو أنت ماشي صح في حياة تبقى مع الله، وإنك أنت بتصلي بتناول ماشي مع ربنا بأمانة، وجاتك الضيقة ثق تماما هتشوف المسيح فيها، مش هيسيبك، هيسندك وكله لمصلحتك. واقول لكم على حكايه حصلت عشان تبقوا عارفين، الناس كلها تستفيد من الحكايه دي. زمان واحنا في دير انبا صموئيل كان حصل ان اسره جت قالت ان والدتهم اتوفت وسايبه ورقه مكتوبه جنبها على المخده، مكتوب في الورقه دي ايه؟ قالت هي كان عندها سرطان، وكل ما تتألم بدل ما تقول لا طول اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، وهي عماله ايه؟ طول ألمها تشكره. ففجأة ان التقت المسيح داخل في ايده تاج من الذهب، فبتقول له سيدي جاي بنفسه، انا عملت ايه في حياتي عشان خاطر انت تيجي بنفسك تاخد روحي؟ قال لها طول فتره ألمك كنت بتشكريني، ما تزمرتيش عليا. فساعتها قالت له طيب سيبني 15 يوم، لو ولادي خلصوا امتحانات نص السنه عشان ما يتبرجلوش لو امهم ماتت دلوقتي. قال لها طالبك وجاب ما التقتوش. بعد 15 يوم لو متنيحه وكاتبه الورقه دي جنبها. فالمسيح في الإنسان في الألم اللي بيشكر الله هيشوف المسيح. طيب وإحنا في الأيام المقدسة والخمسين المقدسة إزاي نعيش فرحة القيامة؟ فرحة القيامة ودي ضرورة بقى حقيقة، لأنك أنت بتبقى عارف أنك اسمك في سفر الحياة وهتروح معاه الفردوس. معنى قيامة معناها انتصار على الموت، ومعنى انتصار على الموت زي ما اتكلم الكتاب في كورنثوس الأولى إصحاح 15 آية 21 و22، هكذا في آدم الأول يموت الجميع، في المسيح سيحيا الجميع. فأنت هتحيا مع المسيح وتخش معاه الفردوس. هو فيه فرح أعظم من كده؟ لا طبعا. انك هتحيا مع المسيح وتخش معاه الفردوس، هينصرك على الموت، هينصرك على الخطيه، هينصرك على الشيطان، هياخدك معاه الفردوس. في فرح اعظم من كده؟ مفيش. هو ده الفرح اللي عنده ايمان واللي هو ماشي في مخافه الله. طبعا لازم فرحان بالايام. ليه؟ ما هي ديت عربون الحياه الابديه. صحيح. ده العربون انك القيامه هتضمن المسيح في الفردوس، صارت على الموت. ما هو في ادم الاول يموت الجميع، ما انت استفدت ايه؟ ما انت هتقوم مع المسيح. صحيح. ما هيقيمك، ما بسبب ادم ساد الموت لكل البشر. في قيامه المسيح هتسود القيامه لكل البشر. صحيح. في ادم الاول مات الجميع، في المسيح سيحيا الجميع. طب انت لما تحيا هنا بقى تفرق بقى، هتحيا وتكون مع المسيح في الفردوس، ولا هتحيا وتخش مع الشرف وكان؟ هي ده الفارق. ربنا يدينا نعمه وكلنا نتقابل في الملكوت اهو كده. لما انت هتحيا وتخش مع المسيح في الفردوس فرحان طبعا. صحيح. فرح الايام. وعشان خاطر اعرفك ان الحياه على الارض يعني هي لها نهايه، ولازم فيه مكافاه وعقاب. مفيش حاجه اسمها ربنا هيسيبك بلا ضابط. هتقف قدام ربنا ادفع حساب وكالتك. هتسمع كلمه من الاثنين، نعم لا يبدو الصالح والامين، كنت امين في القليل وكمك على الكثير، ادخل فرح سيدك، واما اذهبوا عني يا مالعين يا فاعل الاسم. مفيش حاجه ثانيه. أنا بشكر نيافتك جدا، الحقيقة الوقت جري بسرعة جدا مع نيافتك خريستوس أنيسي. اتباركنا وتشرفنا بوجود نيافتك معنا النهارده. شكرا، ربنا يخليكم. كل الشكر لنيافة الحبر الجليل الانبا سيدروس الاسقف العام لكنائس قطاع عزبه النخل. شكرا جزيلا لسيدنا، والشكر موصول لحضراتكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين، ونشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم ربنا موجود، وتصبحوا على ألف خير. شكرا.